النهاردة وصلت لآخر محطة في رحلة بحثي متعلقة بصحة الطب المقدس. شفت أدلة كتير على العهد الجديد لوحده، وشفت أدلة كتير بتدل على صحة العهد القديم لوحده، والنهاردة عايز أشوف براهين من خارج الكتاب المقدس خالص، لكن في نفس الوقت بتدل على صحته وأنه لم يتم تحريف أي جزء من أجزائه. أستاذ لوسر، أهلا بيك. أهلا بيك يا يوسف. بصفتك قارئ وباحث مسيحي، هل تمتلك براهين أو أدلة تثبت صحة الكتاب المقدس من خارج الكتاب المقدس؟ عندي كتير، وأنا أحب أبتدي بالأدلة المنطقية. خلينا نفكر كده في كتاب كتبه 40 واحد على مدى حوالي 1600 عام في 3 قارات في 3 حضارات مختلفة وثقافات مختلفة وبيئات مختلفة. يعني انت بتقول 3 قارات على مقدار 1600 سنة بالضبط، وكتبوا اكتر من 40 شخص مختلف، حوالي 40 شخص مختلفين في أزمنة مختلفة بثقافات مختلفة وحضارات مختلفة وثلاث لغات. فازاي تحرف كتاب زي ده، تغير فيه وتتلاعب فيه؟ أنا أفهم أنه الكتاب اللي سهل تلاعب فيه لما هم يكونوا مجموعة صغيرة في بيئة واحدة، في حضارة واحدة، في مدينة واحدة، بلغة واحدة، مجموعة قليلة ليهم الحكم والسيطرة. لكن لا العهد القديم والعهد الجديد، يهود ومسيحيين، كان ليهم السيطرة بالطريقة اللي تخليهم يكتبوا ويغيروا ويتلاعبوا على هواهم. فكل العهد الجديد مثلا مكتوب وكان في حرب من اليهود على التلاميذ والرسل وحرب من الرومان على التلاميذ والرسل. يعني في أي تحريف هيعملوه ناس لا تمتلك من أمرها شيء. لكن لو أنا امتلك من أمر شيء، أنا بحكم المدينة أو القرية أو البلد اللي أنا فيها بلغة واحدة وثقافة واحدة وحضارة واحدة، ممكن أكتب حسب ما أنا عايز أكتب. لكن لأنه ما كانش كده، فكان مستحيل أنه هم يكتبوا على هواهم ولا يغيروا ولا هم يتفقوا كمان، لأنه الناس اللي في العهد الجديد ما قابلوش الناس اللي في العهد القديم خالص، والناس اللي في العهد القديم كتير منهم ما قابلش بعض. بعض الأنبياء كانوا بيتقابلوا في أزمنة واحدة لكن مش كلهم. فكتاب موجود. يعني الأربعين شخص دول أو الكتبة دول كتبوا 66 كتاب. أيوة. في الآخر أنتوا أو اتجمعوا مع بعض، اتحطوا في كتاب واحد بقى اسمه كتاب مقدس. إيه النتيجة اللي وصلنا لها؟ هتلاقي كتاب واحد، فكر واحد من التكوين للرؤية، خط واحد بينهم مشترك. فيش أي تضاد؟ لا. فيش أي اختلاف؟ يعني أحيانا الكاتب الواحد لما يكتب كتاب أحيانا بيجي بعد فترة وينقد كلامه، لا أنا كنت غلطان في الحتة دي واكتشفت أنه الكلام ده مش صح، وبيكون المصدر كاتب واحد. لأنه المصدر هنا هو الروح القدس كاتب واحد، فما حصلش أي تناقض بين اللي قالوا الأربعين شخص دول. بين طبعا يعني التناقض أنه تقول حاجة وعكسها. الله من البداية أعلن محبته للإنسان، عرفهم فكر الذبيحة اللي استمر معاهم طول 1500 سنة لحد ما جه المسيح، كان هو الذبيح الأعظم. فالفكر واحد والرؤية واحدة وتحريم الخطية في كل صورها واحد. كونوا قدسين لأننا قدوس، ونفس الكلام في العهد الجديد، كونوا قدسين لأننا قدوس. وده واحدة من أهم الحاجات اللي تخليك لما تقرأ كتاب المقدس تكتشف إنه كتاب لازم يكون صحيح، مش ممكن كتاب محرف وتم التلاعب فيه يقول كونوا قدسين لأننا قدوس، أو ابعدوا عن الخطية، أو فكر الحماقة خطية، أو في ميخا 2 يقول بيتوعد بالويل لكل اللي بيفكروا بالشر على مضاجعهم، أو في العهد الجديد يقول كونوا قدسين وبيقتبسها من سفر اللاويين وهكذا. فمش ممكن يكون كتاب محرف أو تم التلاعب فيه ويشجعك على القداسة، مش ممكن يكون كتاب محرف وتم التلاعب فيه والمسيح يقول أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وطردونكم. لأنه إذا سمحنا أن احنا هنحرف، فيعني اديني أعيش رغباتي وشهواتي، اديني أعمل أنا عايزه، اديني أنتقم من اللي ضايقني. لكن لأنه كتاب إلهي، لأنه كلمة الله الحية الحقيقية الفعالة، فهي بتغير السلوك البشري حتى لو الأمر صعب. يعني صعب خالص أنه تضربني وأنا سامحك وأغفر لك، لكن لأنه
كتاب إلهي، كتاب سماوي، فهو بيعلمني ازاي اضبط مشاعري، ازاي اضبط فكري، ازاي اضبط عينيا وهكذا. طيب انا يعني اتكلمت قبل كده وسمعت في حته تفرد الكتاب وترابط الكتاب ما بينه وبين بعضه، 66 كتاب مع بعض، لكن انا عايز اسمع منك، هل تمتلك ادله اخرى على صحه الكتاب من خارجه؟ لسه في الادله المنطقيه في كتير. يعني تخيل ان انت الفت كتاب في موضوع معين باللغه العربيه ونشرته في مصر واتباع في المكتبات وناس اخذته البيوت، كتاب زي ده بعد ما انتشر ازاي يتم تحريفه؟ افتكر امر صعب ومستحيل انه كتاب وصل لبيوت الناس وموجود في المكتبات ومنتشر، مستحيل تحريفه. طب لو نفس الكتاب باللغه العربيه ده وتوزع في كل المنطقه العربيه، هل ده ممكن تحريفه؟ ازاي هتجمعه وازاي تغير فيه، ازاي تتلاعب فيه علشان تشيل منه بعض الاجزاء وتضيف ليه اجزاء تانية؟ طيب لو انه الكتاب ده تم ترجمته لعدد من اللغات، هنا في اكتر استحالة لانه كتاب انتشر والترجم كمان والترجم، فلو في اختلاف بين الاصل والترجمة هيبان. مفيش. المفسر الرازي قال جملة في غاية الأهمية، قال عن التوراة مثلا انه كتاب انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، كتاب زي ده يستحيل تحريفه. ليه؟ لأن هنعرف نقارن النسخ. لو هتحرفه، لو إن النهاردة كتاب منتشر وموجود في كل العالم، إزاي هتجمع الكتاب ده وتغير فيه النصوص وترجعه تاني لإيدين الناس؟ كلام مستحيل منطقيا، مستحيل لحد يقدر يعمله عمليا على أرض الواقع. ده كلام افتراضي في الخيال، لكن على أرض الواقع هل ممكن يتحرف؟ ده كتاب صعب. لما ترجع للعهد القديم مكتوب اللغة العبرية في القرن الثالث قبل الميلاد بدأت ترجمته للترجمة السبعينية اللي هي اللغة اليونانية. مع العهد الجديد ومع نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني ابتدت تحصل ترجمات متعددة للكتاب المقدس بالكامل، سريانية وكله يبقى يوناني وكله يبقى عبري وقبطية وغيره من اللغات اللي كانت منتشرة في الوقت ده وكان انتشر في كل العالم. فانتشر مع اليهود اللي موجودين في أوروبا، شبه الجزيرة العربية وفي الأردن وفلسطين وسوريا والعراق واليمن فالانتشار هو عامل يعني ما يقدرش مستحيل. يعني لازم نفكر في طريقة عملية ازاي هنحرف كتاب هو موجود في كل العالم، بيحيل فكرة التعرض. ده استحالة التحريف. طيب ايه الأدلة تاني اللي ممكن تساند ليها؟ في ثانوي كان ليا زميل كان متعصب شوية، وبعدين قال انه الكتاب المقدس ده كتاب محرف. فانا سالته هل تؤمن انه التوراه والانجيل هم وحي الله؟ قال لي اه بالتاكيد. قلت له اذا انت بتقول انه ده وحي الله فهل الله ضعيف عشان يقبل انه كلامه يتم تحريفه؟ فصديقي ما كانش عنده رد. لو احنا قلنا تحرف هذا يعني ان انا عندي نسخه اصليه، نسخه موجود فيها النص الحقيقي الصحيح، وبناء عليه انا قلت او قارنت بين اللي موجود معايا دلوقتي وبين النسخه الاصليه. فهل المدعين التحريف عندهم نسخه اصليه تقول انه مثلا المسيح لم يصلب واللي معانا بيقول المسيح اتصلب، هل ده موجود؟ هل عندهم نسخه واحده تقول هذا الكلام؟ الحقيقه انه ما فيش، لكن هو ادعاء. طيب اذا افترضنا جدلا انه تم تحريف هذا الكتاب، حصل ده بعد موت تلاميذ ورسل المسيح، ايه ذنب الاجيال اللي عاشت قرون وهي مؤمنه ان ده كلام الله اللي بتعيش بيه، بتتعبد بيه، بتعيش حياه القداسه والطهاره والنقاوه بهذا الكتاب لقرون لحد ما جه قال لهم لا ده كتاب محرف؟ يعني ذنب الاجيال دي كلها انها تعيش في ضلال، دي مسؤوليه الله، وبعدين هو كلام الله هو مسؤول انه يحافظ عليه. طيب ربنا كان فين؟ يعني إذا هو كلام الله وإذا هو تم تحريفه ربنا كان فين؟ يعني سكت ليه؟ طب هو كان بيعمل إيه في الوقت ده؟ يعني تخيل إنه الله رب العالمين اللي هو يسحق الكون في لحظة أوحى بكلام وبعدين بعض البشر تلاعبوا بيه وغيروه، هو كان فين؟ بيعمل إيه؟ يعني تخيل إنه الله بجلاله بيشاهد بعض البشر بيغيروا كلامه ويتلعبوا فيه. بيعمل ايه؟ يعني ساكت ليه؟ يعني ايه السبب اللي يخلي ربنا يسكت على بشر هم بيتلعبوا في كلامه؟ هل هو خايف منهم؟ حاشا وكلا الله يخاف من البشر. طب اذا مش خايف منهم
ممكن يكون سببهم براحتهم يعني، احترم حرية إرادتهم، هم عايزين يحرفوا. يحترم الله حرية اختيارك انك تختار تعمل المعصية، ده حاجة ترجع لك وانت هتتحمل نتيجتها. لكن انت عايز تحرف كلام الله، كلام الله اللي هدى ونور للبشر، انت عايز تتلاعب فيه هو يسيبك، ده كلامه هو، ده بتاعه هو الشخصي مش بتاعك انت، انت حر في نفسك. عايز تأذي نفسك وتعيش في الشر والخطية، اوكي انت براحتك. لكن عايز تحرف كلامه اللي هو اساسا كلام هو بعته عشان ينور للناس طريقها يخرجهم من الظلمة للنور، لا هو هنا هيوقف لك، هيقول لك لا مش هدي لك المساحة دي ابدا. فكرة كمان منطقية، زمان واحنا في ابتدائي خدنا قصة لطيفة خالص عن ولد راعي غنم في قرية، وبعدين حب يهزر شوية مع أهل القرية دول، ففجأة صرخ الحقوني في ديب جاي ياكل الغنم، فأهل القرية كلهم نزلوا علشان يساعدوا. بعد ما الناس كلها نزلت قال لهم أنا ضحكت عليكم، ده أنا كنت بهزر. فالناس اتضايقت ورجعوا بيوتهم. بعد شوية راح صرخ تاني بنفس الطريقة والناس نزلت عشان تساعده، فقال لهم اضحكت عليكم. في المرة الثالثة جه الديب فعلا، بس لما هو صرخ حدش صدقه، فقد المصداقية. فانت ازاي عايزني اثق في اله ساب الكتاب الاولاني يتحرف وبعدين ساب الكتاب التاني يتحرف؟ اثق فيه بعد كده ازاي؟ واثق فيه ليه؟ إهانة في حد ذاتها لله طبعا نفسه. أنك يعني تتهم الله بهذا الاتهام الشنيع، أنه ساب كلامه لإيد البشر تتلاعب فيه وتغير فيه، ده كلام مش مقبول. حاجة كمان، الناس اللي بيتهموا كتاب المقدس بالتحريف ما عندهمش نص واحد صريح يقول التوراة محرفة، الإنجيل محرف، ده مش موجود. عندهم بعض الحاجات اللي فيها تلميح، وحتى لما تروح تدرسها دراسة بأمانة بتجرد وحيادية تكتشف أنه مقصود بيها تحريف في التفسير والتأويل مش تحريف نصي. مفيش نص واحد تحريف يقول في المعنى أو في التنفيذ، في المعنى. لكن وليس في النص. جملة واحدة تقول التوراة محرفة الإنجيل محرف، ده كلام مش حقيقي ومش موجود، فدي مجرد ادعاءات تفتقد للأدلة طبعا. وبعدين هو لو شاف الناس بيحرف طب سكت ليه؟ يعني نام، لا تأخذوا سنة ولا نوم زي ما بيقولوا. طب لو هو رضي بأنه الكتاب الأول والتاني فقد المصداقية، وبعدين لو هو كده يبقى هو إله ظالم لأنه ساب كتابين يتحرفوا وبعدين جه قال لي لا التالت مش هحرفه، طب ليه؟ يعني تقول كده ليه؟ تعمل كده ليه؟ تسيب كتابك يتحرف ليه؟ وتسيب الناس وهي بتتبعه وتعيش بيه وتطبقه وتنفذه، وبعدين يكتشفوا ان هم عايشين في ضلال، طب ليه عملت فيهم كده؟ يعني ايه السر اللي يخليك تعمل كده؟ ما هو برضو اذا عرف السبب بطل العجب، فعرفنا السر. طيب، يعني ادينا سر الامر ده. هل اللي الاتهام او المتهمين الكتاب المقدس بالتحريف هل يمتلكون اجابات لمن اللي حرف؟ يعني من قام بالتحريف؟ واي اجزاء بالظبط تم تحريفها مثلا، او في اي فتره زمنيه؟ انا قريت في كتاب من الكتب اللي بتهاجم الكتاب المقدس، فقال انه تم تحريف الكتاب المقدس على مر الزمن على ايد اشخاص مختلفين. كتاب تاني قال احنا ملناش دعوه، هو ده عباره عن جثه وخلاص، واحنا مالنا يعني ليناها جثه مقتوله، احنا مالنا مين اللي قتل وفين وازاي وليه. بس الحقيقه لما تروح محكمه والقاضي شخص موضوعي ومجرد لازم يسأل الأسئلة دي، وكيل النيابة لازم يسأل الأسئلة دي، مين وفين وإمتى وليه؟ هو بالنسبة لك يعني هو كلام غير أكاديمي وغير موضوعي وغير علمي. بالتأكيد كلام يعني مجرد إنه واحد بيقول هو اتحرف وخلاص، مش حاجة اسمها اتحرف وخلاص. اديني أدلتك، اديني أسبابك، اديني المنطق بتاعك. كمان فكرة منطقية بالعقل، يعني التحريف معناها انه لو عقيده فيها كلام صعب ابسطه عشان الناس ترضى تقبله. بس ان انا اخد كلام سهل واصعبه ما الناس مش ترضى بيه، فما فيش منطق في التحريف انه هو واحد بس احنا نقول ثالوث، او هو في السماء واحنا نقول ده هو اتجسد واتصلب ومات وعاش وسط الناس وكل وشرب ونام ودخل حمام، الاعتراضات اللي احنا بنسمعها دايما. فالتبسيط ما يبقاش في انه اخد الناس لحاجات معقده،
فتحريف النص معناها انه انا خدت الصعب سهلته عشان الناس ترضى بيه. هل ده حصل في المسيحيه؟ بالعكس، الناس بترفض لاول وهله كده، الناس بترفض المسيحيه علشان انت بتقولوا كلام صعب. كمان اللي بيقول بالتحريف، لو سمحت امسك الكتاب قول لنا انه دي اجزاء صحيحه ودي اجزاء محرفه. بالمناسبه التحريف مش معناه انه كله اتغير، التحريف معناه اتاخد اجزاء وتغيرت وتحط بدلها، زي ببساطه يعني صلب المسيح، الوهيته، الثالوث، موته وقيامته. فهتولنا الأدلة اللي تقول إن النصوص دي تم تغييرها، يعني مش كلام، مش هنطلق كلام، لكن قول لي الكلام بس ودليله أهو. كل الكلام ده للأسف معلهوش أي أدلة عند الناس. إذا إحنا بنقول الله معز ومذل وقادر وحافظ، يعني كن أنت تقول إنه الكتاب المقدس تم تحريفه، كلام الله في التوراة والإنجيل تم تحريفه، فين بقى قادر وحافظ ومعز ومذل وقدير وكل الكلام ده؟ كل الكلام ده بيهدم قدام الكلام ده. طبعا الأسئلة المعتادة واللي احنا أشرنا ليها، مين حرفه وفين وازاي وليه، إجاباتها بتبقى إجابات عايمة من أصدقائنا اللي بيهاجموا الكتاب المقدس. طيب انت يعني دلوقتي أشرت لكذا دليل منطقي بينفي انه يكون تعرض الكتاب المقدس لأي تحريف، دي براهين منطقية. طيب ما في أديان تانية موجودة كتير وممكن الناس تعتقد انه زي ما احنا كمسيحيين بنقول الله حافظ على الكتاب المقدس عند كلامه، في أديان كتير زي ما اتكلمنا قبل كده ممكن يعتقدوا انه برضو هما كمان كتبهم الله محافظ عليها لان دي بالنسبة له هو ده كلام من الله. فايه المعيار اللي ممكن تفحص بيه او يكون دليل على صحة الكتاب اللي انت ماسكه ده؟ ارجع للكتاب المقدس، شوف هذا الكتاب بيشجع على ايه. هل بيشجع على ايش؟ رغباتك وشهواتك، استمتع بالحياة، اعمل كل اللي انت عايزه، ولا بيشجعك على حياة النقاوة والطهارة والقداسة؟ ده احنا قلنا في البداية وفي ايات كتير خلص تتكلم عن تشجيع. في بعض المعتقدات زي البوذية زي الهندوسية، في ناس متصوفة جدا، في ناس عندها تعليم راقية جدا. ما هو المعيار انه الكتاب من الله، مش بس المعايير الراقية، الكتاب اللي من الله اللي هو اللي شخص الإنسان علشان يعيش حياة حقيقية في علاقة حقيقية بيني وبين الله، علاقة كل يوم أنا بمارسها وأنا نقي وطاهر، أنا عايش حياة الطهارة والقداسة، مش بحاول أعمل ده علشان أخد بعض الحسنات علشان الميزان بتاعي. كتاب بيحاول إنجاز التعبير يعني صنفر سلوكياتي وحياتي، زي ما قلنا عن أحب أعداءكم باركوا لعنيكم، محدش هيقدر يقدم ده لأنه ده محتاج لتغيير طبيعة الإنسان. أنه واحد شهوة الانتقام ممكن تكون موجودة فيه لكنه يتغير، سلوكه يتغير، حياته تتغير، نظرته للحياة تتغير، علاقته بربنا تتغير. إحنا عندنا نموذج شاول الإرهابي اللي بقي بولس، ده واحد اتغير 180 درجة. دي العلاقة اللي تغير إنسان من طريق لطريق، مش تغذي عنده أنه يكون إرهابي، أو تغذي عنده أنه يعيش حياة الشر والخطية، أو تغذي عنده أنه يستمتع بحياته، أو يكون هو عايز يعيش ومش مهم الباقيين. لكن الكتاب المقدس ما علمناش كده. طيب يعني أنت حضرتك قدمت أدلة منطقية كتير من خارج الكتاب المقدس بتقول أنه ما ينفعش يتحرف برغم وجود كل هذه الأدلة، كمحاولة منك أنه تضحد ادعاءات التحريف، لكن ممكن ببساطة يكون الله ما تعهدش من البداية أنه يحافظ على الكتاب ده. يعني هو من الأصل ما تعهدش أنه يحافظ على العهد القديم أو كتب التوراة والزبور، وما تعهدش يحافظ على الإنجيل، فعشان كده كان وارد يحدث هذا. يعني طبعا يعني أمر غير منطقي بالمرة أنه ربنا يبعت كلام وبعدين يقول أنا مش هتعاد بحفظ الكلام ده، قبل ما ندخل في التفاصيل. يعني هو نفسه الطرح نفسه غير منطقي، ويبدو أنه اللي بيطرحوه يعني ما عرفوش الله. طب هل العكس موجود؟ يعني هل هناك تعهد من الله بحفظ؟ تعهدات، مش تعهد واحد. خلينا أقرأ لك من الكتاب المقدس في سفر أرمية صح الأول والآية 12 بيقول لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. وأجريها هنا يعني ينفذها. ده أرمية 1:12. أيوة.
وفي مزمور 119 عدد من الآيات بيقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، كل وصاياك حق، إنك إلى الدهر أسستها. ومزمور 119 تاني إلى الدهر كل أحكامك عدل. فإشعياء 40:8 بيقولوا أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. لما تروح للعهد الجديد المسيح قال لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. في متى 5:17-18، في متى 24 المسيح قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في يوحنا 10:35 المسيح قال ولا يمكن أن ينقض المكتوب. في بطرس الأولى صح الأول والآيات 23-25 قال بكلمة الله الحية الباقية للأبد، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. ففي وعود في العهد القديم وفي العهد الجديد. يعني أنت على مدار الكتاب المقدس بمختلف كتبه أنت عندك تصريحات من الله بشكل مباشر أنه كلامه هو يحافظ عليه. بالتأكيد. فإذا لو تم التحريف يبقى إحنا كده نفقد المصداقية، يبقى كده ده كده يبقى مشكلة منطقية قدامنا، يبقى كده فعلا هو فقد المصداقية. بالتأكيد هو وعد. فأنا ما أثقش في أي كتاب بعد كده ينزل من عنده أو أي نبي. يعني هفقد ثقتي في الله أنه هو يبعت كتابين ويسيبهم طيب. للتحريف. دلوقتي حضرتك ابتديت تشير لآيات من داخل الكتاب المقدس، يعني ابتديت تقول انه في براهين كمان داخليه من آيات داخل الكتاب المقدس تقول انه لا يمكن تحريفه. اكيد. طيب ايه تاني ممكن اشوفه كبراهين داخليه تثبت صحه الكتاب المقدس؟ لما تقرا في اشعياء 53 الرب وضع عليه اثم جميعنا. يعني يعني ده لا ينطبق بالتفصيل على شعب إسرائيل، هو لازم يكون ينطبق على الشخص اللي جه وشال اسم جميعنا اللي هو المسيح. وعشان كده الاسم اللي هو المعاصي اللي هو المعصية زنوب، يعني شال ذنوب البشرية كلها، شال ذنوب البشرية، الله وضع ذنوب البشرية على شخص تحمل هو بالظبط. فدي دي نبوات من العهد القديم اتكلمت عن المسيح واتحققت في العهد الجديد زي ما هي، فمش ممكن يكون النبوات دي مفبركة. طب وانت شايف انه من العدالة انه شخص يتحمل هو ذنب البشرية بالكامل؟ اذا انا بحبك واذا انا بخاف عليك واذا انا قادر اساعدك وعايز اعمل ده فانا هعمل ده عشانك. يعني هو انا مش ظلمت ولا جيت غصب عني، انا عملت ده بكامل ارادتي. يعني انت عايز، انت بتحبني فانت عايز تعمل كده. انا بحبك وعندي استعداد اعمل كده فعملت كده عشان انا بحبك. مش مجبر على ده، محدش دفعني إجبارا أن أنا آجي وموت عشانك، لكن هو جه بمنتهى الحب يموت عشانك. يعني عندما الله قرر أنه يحتجب في الجسد البشري ده ويتحد به ويموت نيابة عننا، هو بيعمل دوت لأنه بيحبنا، مش أيوة. أنه مجبر أو أنه ده نوع من الظلم مثلا ضد قانون العدالة أنه هو سر أن يسحقه بالحزن. هو كان مصرته أنه يجي يعمل كده، يعني هو مش جاي مجبر ولا غصب عنه، هو جاي علشان يعمل ده طواعية محبة منه لينا. حضرتك بتشوف ان النبوات من اكبر الادلة انه ده مش مصدره بشري؟ انه بالتأكيد لا. 333 واحد عالم رياضيات قال انه علشان نشوف تحقيق 8 نبوات في المسيح في شخص واحد لازم نفرش ارض ولاية تكساس كلها بالجنيهات المعدنية لارتفاع متر، ونجيب عملة واحدة نحط عليها علامة، ونجيب واحد أعمى ينزل كل الولاية يدور على يعني ده مستحيل، ده من عاشر المستحيلات مش مستحيل. لكن كل النبوات تتحقق في شخص المسيح بشكل ده في العهد الجديد، ده دليل على صحة هذا الكتاب. والأدلة كتير وعشرات الأدلة اللي ما تكفيش 10 حلقات ان احنا نقدمها، مخطوطات وترجمات واقتباسات أباء الكنيسة، حتى الفن المسيحي. يعني حتى الحاجة البسيطة خالص اللي الناس أبدعت فيها كبشر وهم بيرسموا جداريات ولوحات وأيقونات، عملوا فيها الصلب والموت والقيامة. فالفن المسيحي أعلن بوضوح أنه المسيح اتصلب ومات وقام من القرون الأولى المسيحية. فده ده واحد من الأدلة الكتير اللي تقول أنه هذا الكتاب كتاب صحيح، وكلمة الله الحية الفعالة اللي بتغير كل يوم الناس. كل الأدلة دي مهمة، لكن الاختبار المسيحي كمان مهم. أعرف حد، في واحد قاعد معاه قاله المسيح بيحبك والمسيح بيهتم بيك، خد الإنجيل اقرأ. غاب بعد سنين ورجع قال أنا قريت الإنجيل، عرفت المسيح، درست وبحثت، لكن أنا مش بس بقيت مسيحي مؤمن بهذا الكتاب، لكن أنا كنت مدمن مخدرات وسبت المخدرات لما أمنت بهذا الكتاب.
فالكتاب ده ما زال يغير الناس. فكل الأدلة الأكاديمية والمنطقية نقدر نتكلم فيها، لكن كمان الاختبار المسيحي دليل مهم على ناس حياتها بتتغير بسبب هذا الكتاب. يعني في النهاية أنا عايز أشكرك على هذا الكم اللي حضرتك طرحته من أدلة ومن براهين، وأنا يعني هاخد الأدلة دي والبراهين دي على محمل الجد، أنا هرجع أبحث فيها وأقرأ فيها تاني، وبشكرك جدا على وقتك. شكرا ليك. شكرا. سمعت على مدار الأيام اللي فاتت والنهاردة أدلة كتير قوي بتتكلم عن صحة الكتاب المقدس، سواء صحة العهد القديم أو صحة العهد الجديد، وبعدين النهاردة شفت كمان براهين من داخل الكتاب ومن خارج الكتاب المقدس بتدل على صحته. لكن اللي فرق معايا شخصيا إزاي إن الكتاب دوت بيقدر يغير حياة الإنسان. في الكتاب المقدس أنا شفت زكا اللي كان حرامي وبعد ما تقابل مع المسيح بقى شخص بيرد كل الفلوس اللي سرقها 4 أضعاف. وشفت في الكتاب دوت الست الزانية وإزاي إن بعد ما تقابلت مع المسيح تحولت لإنسانة تانية خالص. وشفت كمان الداعشي القاتل شاول إزاي بعد ما تقابل مع المسيح أصبح واحد بيضحي بحياته لأجل الناس. في وجهة نظري إن أكبر دليل بيدل على صحة الكتاب المقدس لحد يومنا النهاردة هو إنه الوحيد اللي بيقدر يعمل المعجزة دي في قلب الإنسان، المسيح والإيمان المسيحي هو اللي بيقدر يحول الإنسان من كائن ساقط للنموذج الأصلي اللي اتخلق عليه في الأول خالص. برغم إن كل اللي سمعته ده بالنسبة لي مقنع ومنطقي جدا وكافي بالنسبة لي إن يقول لي إن الكتاب المقدس صادق ولم يتم تحريف أي جزء فيه وإن أقدر أثق فيه بنسبة 100%، لكن أنا حاسس إنه في نقطة كمان ما تعرضتش ليها وعايز أقف عندها. الكتاب المقدس سرد مواقع جغرافية كتيرة جدا وأسماء أشخاص وأسماء إمبراطوريات وأحداث حصلت على مدار السنين اللي فاتت، وعايز أشوف هل الكلام ده صح ولا لأ؟ هل علم الآثار والحفريات ممكن يبقى دليل إضافي بيدعم مصداقية الكتاب المقدس ودليل على صحته؟ ولا علماء الآثار ليهم رأي تاني؟ ده هيكون موضوع بحثي الوقت اللي جاي.